وللحديث عن واقع محافظة صنعاء بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي على المحافظة وأسباب التراخي الدولي بإنقاذ اليمن، معنا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي. أهلا بك معنا أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وجميع مشاهدي قناتكم. أهلا بك أستاذ توفيق. بعد سنوات من سيطرة الحوثيين على اليمن وعلى صنعاء كذلك، هل ثمة دروس أو محطات يمكن التوقف عندها وعند هذه الكارثة حقيقة التي حلت باليمن؟ في حقيقة الأمر اليوم اليمنيون يصنفون 21 سبتمبر بأنه يوم أسود في تاريخ اليمن السياسي الحديث. هذا اليوم الذي أعاد اليمنيون 1000 سنة إلى الوراء، حيث تمزقت اليوم البلاد عمليا على الأرض إلى دويلات متعددة في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب. توقفت رواتب الموظفين، توقفت عجلة التنمية والخدمات العامة. أصبح اليمن اليوم للأسف الشديد ليست دولة من دول العالم الثالث، بل يمكن تصنيفها دولة من دول العالم الرابع، تعيش أسوأ كارثة إنسانية اليوم بشهادات الأمم المتحدة. هنالك أكثر من 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر. عدد القتلى وصل إلى 300 ألف يمني، عدا الجرحى وتدمير البنى التحتية بشكل كامل. بمعنى عدنا كما قلت لك 1000 سنة إلى الوراء. ما يمكن أن يستفيده اليمنيون كالتالي: أن الثقة بأي جماعات مسلحة لإدارة هذا البلاد هو نوع من العبث. الديمقراطية بشكل عام مهما كان مستوياتها هي الضمان وهي الأساسي للشعب للمحاسبة، لاختيار حكامه، للسير في البلاد إلى الأمام. الدرس الثاني أنه لا ثقة بأي طرف من الأطراف الخارجية باستثناء الإرادة اليمنية. اليوم نحن 7 سنوات من رهن القرار اليمني، سواء للمجتمع الدولي أو لدول إقليمية. ما زادنا بسبب هذا الارتهان إلا مزيد من الانقلاب، بعد انقلاب صنعاء، انقلاب في عدن، وتمزق في الغرب إلى غير ذلك. الدرس الثالث أن على اليمنيين أن يكونوا كتلة ولحمة واحدة، لأن التشظي اليوم في صالح الميليشيات التي تلعب على مرة على الوتر الطائفي، ومرة على الوتر السياسي، ومرة على الوتر المذهبي. ولذلك هذا الدرس من أهم الدروس الذي استفاده اليمنيون حتى هذه اللحظة. نعم سيد توفيق، يعني الأسباب التي مكنت الحوثيين من السيطرة على صنعاء هل لا زالت قائمة؟ نعم، للأسف الشديد الأسباب ما زالت قائمة. الذي مكن، لنكون واضحين، يعني الحوثيون ما كانوا ليصلوا إلى العاصمة صنعاء لولا تقاعس الحكومة اليمنية، لولا عجز الرئيس هادي، لولا وزير دفاعه الذي يوصف لدى كل اليمنيين بأنه خان الشرف الجمهوري والزي العسكري. أنت تتصور أن جماعة الحوثي تقتحم مدينة عمران المجاورة لصنعاء، فيذهب الرئيس هادي إلى العاصمة إلى عمران ويقول عادت إلى حضن الجمهورية. لم تشكل غرفة عمليات عسكرية من قبل وزارة الدفاع للدفاع عن صنعاء، تلاشت كل الألوية. وبالتالي هذه الحكومة، التناحر الحزبي ما زال موجود للأسف الشديد. الدول الإقليمية والمجتمع الدولي ما زالت هي نفس الأسباب قائمة. وبالتالي اليمنيون اليوم فاقدون للحل السريع أو الحل العسكري في ظل هذه النخبة. ما لم يستطيع اليمنيون أن يفرزوا قيادة استثنائية قادرة أن 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 تلتصق بالأرض وتلتصق بالمجتمع، فأعتقد أن الحوثيون هم المستفيدون بصورة كبيرة جدا من بقاء هذه الأسباب حتى هذه اللحظة. نعم، برأيك أستاذ توفيق، لماذا هذا الجمود العسكري الذي حال دون حسم التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية لهذا الملف بطرد الحوثيين واستعادة مناطق اليمن؟
التحالف العربي للأسف الشديد في البداية عندما دخل، ربما لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن 80% من المجتمع اليمني ومن الشعب اليمني كان مؤيدا لهذا التحالف، كان يرى فيه الخلاص الأوحد من جماعة الحوثي يعني الظهير الذي يمكن أن يساعدنا في استعادة الجمهورية. لكن يبدو أن التحالف دخل وفق أجندة خاصة، الجميع تابع مصالح دولة الإمارات في الجنوب، سعت إلى إنشاء قوات أو ميليشيات خارج إطار الدولة بما يقارب 200,000، استولت على الموانئ على المطارات، إلى حد اليوم ترفض أن تخرج من ميناء بلحاف، ساهمت في انقلاب أغسطس عام 2019 المجلس الانتقالي الذي عمق هذه الأزمة بصورة كبيرة. السعودية دفعت بقواتها بعيدا عن مناطق الصراع على الأقل في منطقة في محافظة المهرة لأسباب متعلقة بالأمن القومي ربما السعودي والمصالح السعودية. عمليا يعني علاقتها بالجيش اليمني لا يعني لا توجد ثقة كبيرة، يقول أحد القادة العسكريون السعوديين تمنع الهزيمة لكن لا تساعدنا في الانتصار، بمعنى الأسلحة الثقيلة لا تسلم للجيش اليمني مطلقا، وبالتالي هنالك حالة من التخبط إضافة إلى ضعف القيادة اليمنية التي ارتهنت في الرياض، وغياب الرئيس هادي عن الأرض اليمنية بما يقارب 4 سنوات. كل هذه العوامل للأسف الشديد نعم هي التي يعني منعت عملية الحسم العسكري الموجود في نعم اليمن. سيد توفيق، يعني هذا أو هل تتوقع أن ينعكس التقارب الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي إيجابا، هل تتوقع أن ينعكس إيجابا على الملف اليمني؟ أنا لا أعتقد، لأنه حتى التصالح الخليجي إلى حد اليوم ربما يعني تصالح شكلي بدرجة أساسية لم يذهب أبعد من ذلك، لكن أنا أعتقد أن يعني العامل المؤثر ربما هي يعني ضغط المجتمع الدولي على الأطراف، لأنه القرار اليمني، قرار السلم وقرار الحرب ليس قرارا يمنيا، بمعنى اليوم أن العاصمة صنعاء تتحكم فيها إيران، اليوم هنالك حاكم عسكري إيراني حسن إيرلو حتى لا نعلم كيف دخل إلى صنعاء، هو الذي يدير مشهد صنعاء وهو الذي يتحكم في القرار ويزور المؤسسات إلى غير ذلك. القرار الحكومة الشرعية موجود في الرياض، والرئيس هادي أشبه ما يكون تحت الإقامة الجبرية موجود في الرياض. باعتقادي هذين الطرفين إذا اتفقا على مصالحهما في اليمن بإمكانهم أن يذهبوا إلى حل سياسي، لأن اليوم اليمنيون كما قلت لك ما زالوا للأسف الشديد متشظين وما زالوا متناحرين وما زالوا مقتتلين، ومن يتعمق في المشهد اليمني خاصة في معسكر الشرعية يصاب بالأسف وبالأسى في نفس الوقت أن هذا المعسكر لا يستحضر حالة الحرب الذي يعيشها وهي حرب وجودية للأسف الشديد. أنا باعتقادي اليوم أصبح مستقبل اليمنيين مرهون للأسف الشديد بالقرار الإقليمي وبالقرار الدولي، يعني بدرجة أساسية ما لم تحدث هنالك معجزة وتحول على الأرض من خلال قرار ربما تتخذه الإقليم أو يعني ظهور قائد استثنائي يقلب المعركة، لكن الأمور مسدودة، هنالك حالة انسداد مخيفة للأسف الشديد داخل في الأزمة اليمنية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي، شكرا جزيلا لك.